امتحان اجتياز رخصة السياقة سيتم بعد 6 أشهر بهذه الصور التي تنشر لأول مرة، أسئلة رقمية يجيب عليها الممتحنون مطلع السنة القادمة للقضاء على ظاهرة المحابات والمحسوبية. الرقمنة هي أصبحت الآن حتمية للقضاء على البيروقراطية والقضاء كذلك على بعض الظواهر السلبية لأن نلاحظوها في منظومة التكوين والامتحانات للحصول على رخصة السياقة. والهدف من وراء رقمنة هذا الامتحان هو بالدرجة الأولى القضاء على التدخل البشري. القضاء على التدخل البشري راح يقضي على كثير من الظواهر، منها يعني المحبات المحسوبية إلى آخره، يعني كاين بعض الظواهر اللي راهي يعني تؤثر سلبا على جدية الامتحان. لترسيخ ثقافة المرورية سيكون الامتحان داخل مراكز الامتحان الخاصة بالمندوبية الوطنية بالأمن في الطرقات، والذي لن تتجاوز مدته 20 دقيقة على 100 سؤال في المقرر التكويني حول صور واقعية جزائرية التقطت من فريق المندوبية الوطنية للأمن في الطرقات. أي صور جزائرية التقطت في مختلف ولايات الوطن في المناطق الجنوبية، في لأن من إشارات المرور كانت تلقاها في المناطق الجنوبية، كانت تلقاها في المناطق الجبلية إلى آخره. كل هذه إشارات المرور، كل يعني لي بريوريتي دو باساج كامل، كلها صور جزائرية التقطت يعني من طرف فريق على مستوى المندوبية الوطنية للأمن في الطرق. ضمان التكوين الجيد وتبسيط الإجراءات على المواطنين سيحسن حتما من حصيلة الكوارث المرورية في الجزائر مستقبلاً.